ثلاثة أسباب أكتافك الخلفية تكون ضعيفة. اليوم راح نعالجهم ثلاثة، فخليك وياي. السلام عليكم شباب، فرقد ياكم اي كي اي سكوربيان، واليوم عندنا ثلاث أسباب أشوفك بها ليش أكتافك الخلفية ضعيفة. فراح نبدي بأول سبب. أول سبب هو قلة اهتمامك بهذه العضلة. هواية 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 أشوف كورسات ماكو فد اهتمام بها للأكتاف الخلفية، تاخذ هواية برايسات، تاخذ هواية نشر أمامي، نشر جانبي هواية، لكن الأكتاف الخلفية ما تكون مهملة أو نوبات يحطوا لها في التمرين واحد، وهذا طبعا يسبب هواية مشاكل، شكل الكتف يكون مو صحيح، ما متطور بشكل كامل، على بأنه الأكتاف تبدأ تفتر للأمام إلى جانب بعض العوامل الأخرى ويسبب لك تقوس بالأكتاف. هو بس بالأكتاف، شنو هو يصير عندك تقوس بالأكتاف هاي؟ فكر بها، من أنت دا تأخذ برايس حتى من تتمرن صدر، أنت دا تشغل دائما الأكتاف الأمامية وشوية همين من الأكتاف الجانبية والفايبرات اللي هي صار نوعا ما للأمام. الفايبرات اللي صار للخلف ما تشتغل ويا البرايس، راح تشتغل ويا سحوبات ويا الظهر، وهذا ما راح يشغلها بشكل صحيح، وراح نجي عليه لانه هذا هو راح يكون السبب الثاني. فالحل انك تحاول تهتم بالاكتاف الخلفية. انا اللي احب اسويها خلي في التمرين بداية التمرين الاكتاف مالتي اول شيء اتمرن الاكتاف الخلفية، وبعدين بنهايته اخلي لي تمرين الاخر، ممكن نوبات اخصص يوم كامل الاكتاف الخلفية احط في التمرينين او ثلاثة. فاهتموا بالاكتاف الخلفية مالتكم، هذا السبب الاول. السبب الثاني ويانا هو سبب فيزيولوجي، واللي احنا مثل ما قلت هسه بالسبب الاول راح تشتغل ويا العضلات الظهر، لكن المشكله بالاكتاف الخلفيه انه هي قاعده يم عضلات اقوى منها بهوايه واكبر، وتقريبا تسوي نفس الشغل. واللي اقصده شنو؟ اللي اقصده انه الاكتاف الخلفيه مالتك قاعده يم الظهر الاعلى. الظهر الاعلى مثل الرامبويدز، مثل عضلات الترابيزيوس، هذني كليتين يرجع عن الظهر، او خلينا نقول من يتقلص راح يجرن الظهر لورا ويرجع الاكتاف لورا. وهذا تقريبا اذا انت دا تحرك ايدك ممكن كلش تكون توقع بخطا انك تشغل هذه العضلات، ممكن كلش تخلي التركيز على الاكتاف الخلفيه، فهذا تحتاج تركز عليه شويه بالتمرين مالتك. شلون؟ هذا يقودنا للسبب الثالث ويانا، واللي هو الضعف او عدم التركيز بالاداء مالتك. معظم الناس بتاخذ نشر اكتاف للخلف ليكون هو يشغل الظهر الاعلى مالته ويشغل الترابيزيوس او المثلثات مالته بمكان ما يكون دا يشغل الاكتاف الخلفيه. شلون؟ اذا تبع هذا التمرين انا اخذ نشر جهاز خلفي، صح؟ دا اخذه طبيعي، ما بشي ممكن ابطا الحركه، لكن نفس الوقت انه مدى اخلي التركيز على الاكتاف الخلفيه. ليش؟ اذا تنتبه على التمرين دا تشوف انه انا شلون دا اطبق لوح الكتف مالاتي سوا، انا هنا دا افكر ارجع الوزن لورا، وبالتالي مدى افكر اشغل يا عضله بالضبط، مدى افكر اشغل انه انا اشغل الاكتاف الخلفيه واعصرها، لا دا افكر انه لازم ارجع الوزن لورا. ايش دا اسوي؟ دا ارجع لوح الكتف مالتي سوا، وهذا راح يشغل الظهر الاعلى، لانه الاكتاف الخلفيه مو شغلها ترجع لوح الكتف وتطبقهن سوا. ومعظم الناس اصلا من يتمرنها قصدني هو يطبق لوح الكتف سوا حتى يحس بظهره ويقول التمرين زين دا يشتغل عندي. فاللي تسوي شنو؟ تحاول تبقي الظهر الاعلى مالتك نوعا ما ثابت، وتكون الحركه فقط من الاذراع. شوف هنا انا شلون اني الظهر مالتي من كلش دا اطبقه دا يكون نوعا ما مدى يتحرك، شوف شلون التركيز زاد على الاكتاف الخلفيه. نفس الشيء طبعا تقدر تاخذه بالتمرين النشر، خلينا نقول مثلا انت تاخذ نشر على المصطبه، خصوصا هذا التمرين من ياخذه حالي يفكر انه يرجع الظهر مالته ويطبق لوح الكتف سوا حتى يعصر الظهر مالته، لانه مدى يقدر او مدى يعرف شلون يقلص الاكتاف الخلفيه، فيقول مدى يشتغل التمرين عندي. فالنصيحه لك هيك برو تيب صغيرونه، شلون تمنع من حركة الظهر الأعلى، حاول تاخذ في الدائرة أوسع، سواء كان بالنشر الجهاز الخلفي أو بالنشر الدمبلاس على المصطبة، حاول تاخذ الدائرة أوسع ولا تصعد هواية، لا تروح زايد بها، لا ترجع إيدك حيل زايد لورا، حاول إنه تقريبا تصير مستوى الكتف مالتك، لأن إذا عبرت عن مستوى الكتف العضلة خلصت، هاي نهاية الرينج أوف موشن مالتها، فراح تبدي منو تاخذها؟ تاخذ الظهر الأعلى اللي يقدر يرجع الذراع بعد أكثر. فهي هي ثلاث شغلات او ثلاث اسباب لكم تكون هي ممكن السبب ليش الاكتاف الخلفيه عندك ضعيفه، فحاول تطبقها حتى تطور الاكتاف وتصير 3D مطوبه، تكون على بالك حاط رمانات عمي.
فهذا اللي كان عندي بهذا الفيديو. سوي لايك، سوي كومنت، سوي سبسكرايب. سوي سبسكرايب، اذا ما تسوي سبسكرايب ابطل اسوي فيديوهات زين ولا لا؟ ابطل بطلت عمي في مالها. اشوفكم بالفيديو الجاي.